تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. منبر تحقيق 24 محلي ديال تفراوت، المدينة العتيقة، المدينة التاريخية، المدينة اللي عطتنا مسيرين في جميع المجالات، أرض تفراوت، الأرض الولادة، وقع وادا وخصف تخرج. اليوم حاضرين معكم هنا في الدوري منظمات مدينة تفراوت ديال الكرة الحديدية كأعضاء جامعيين، أنا والسيد خالد منصور رئيس الجامعة. هذا الشرف لينا احنا اللي جينا لهذه البلاد الكريمة وحضرنا وشفنا التنظيم. مشكور رئيس النادي ومكتب الإدعاء، مشكور رئيس العصبة العمل تيدار هنايا. مطلوب من الجامعة أنها دير التفاتة للأندية اللي يمكن جغرافيا بعيدة على المركز، ولكن كاين خصص لا من ناحية اللوجيستيك، لا من ناحية المقر، لا من ناحية كاين باقي عمل جبار خصو يديرو الجامعة في حق هاد الأندية. بالفعل السيد الرئيس في الجمع العام الأخير عطى وعد على المسؤول على الجامعة أننا خصنا نراعيو ونوقفوا مع الأندية حتى تولي مستقلة بذاتها على جميع الأشياء اللي يمكن تعيق العمل الرياضي تدير. هو أنه اللي عندها مقر ديالها خاص بها، بيفات ديالها، صال دو ريونيون، قاعة ديال الصلاة، والسانيتير. هادو هما النقاط اللي أي جمعية خاصها توفر عليه. وتنظن اليوم راه تم اتصالات ولقاءات مع مسؤولين الوازنين هنا في المنطقة، وعطونا إن شاء الله وعود أن غندافعوا الجهود ونتعاونوا حتى يخرج واحد الجمعية مقرها يشرف هاد الرياضة هادي. شكرا استاذ. عندي واحد الفكره كانت طرحات على حساب كنشوفوا كاينين الدوريات ديال العصبه وكاينه ديال البطولات وكاينه اقليميه، احنا بغينا تكون بطولات اقليميه على الصعيد الاقليمي. اشنو كتشوفوا هذه الفكره استاذ؟ الاضافه اللي يمكن نقول لكم استاذ ولا نوضح لكم، كاين بطولات فيدرالية تتنظم في فرنسا. اليوم حنا جالسين مع السيد الرئيس ديال الجمعية، قدم الطلب ديالو أنه تفرغ مستعدة تحتضن شي بطولة فيدرالية، هي ديال الشبان، هي ديال الإناث، هي ديال لي سينيور. الطلب هو كاين، كاين كيتشارج تيخرج من الجامعة تيطير. اليوم كنعيشو مع الأدوار أجواء التوريس السنوي ديال نادي تفرغ تكمل. عرفت حضور رسمي يعني جد مهم، حضور بطبيعة الحال الوصي على القطاع اللي هو السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، وبالمناسبة هو ينتمي إلى هذا الإقليم، هو متأصل بهذه المدينة هذه، يعني ولد مدينة تفراوت وجاي يزور المدينة ديالو، وجا في نفس الوقت أزر هذا النادي في تنظيم هذا الدوري ديالو. بالإضافة للسي خالد المنصوري كان هناك السي عبد الله الغازي اللي هو النائب البرلماني عن إقليم تيزنيت، كذلك رئيس الجماعة ديال كان حاضر معنا تا هو السي إبراهيم رئيس جماعة ديال تفراوت. يعني هذا كيدل على الاهتمام اللي عطيته يعني الاداره المحليه بتفراوت للمختلف التظاهرات الرياضيه والنهوض بهذا القطاع ديال الرياضه والاهتمام بالشباب. سنه بعد سنه مقبلين كيف كيعرف الجميع على يعني بناء المقر الجديد ديال النادي بمحاذاه النادي القديم، وهي مكسب من المكاسب اللي يفتخر بها النادي ديال تفراوت كامل، وتفتخر بها طبعا بحال وصفه يعني وصفه الصحراء. وبالمناسبه كنقدموا الشكر الجزيل للمكتب المديري ديال نادي تفراوت امن وعلى راسه السي عبد العزيز، يعني على حسن الضيافه وكرم الاستقبال. نحن كنبقاو دائما راه الاشاره ديال نادي تفراوت امن. السلام عليكم. السلام عليكم. تحيه لمحمد الكرام وشباب الكلمات المسوقه الكره الحديديه اصدار. كنا كنتمنى المدينه السياحيه في نادي الجميله مدينه تفراوت، صراحه اللي كانت منظمه واحد الجيد رائع من خلال التنظيم، من خلال السيرو الدوري اللي كان عام 117 الثلاثيه عن 23 نادي اللي كينتميو لهذ العصبه هذه الرائعه، عصبه سوس الصحراء. صراحه الدوري هذا الرقم 16 اللي كينظموا هذا النادي، هذا نادي الكره الحديديه تفراوت امن. النادي هذا صراحه اللي كيعرف واحد التطور من الهلال المشاركه ديال
ديال الثلاثيات ديال النادي خارج المدينه ديالو على مستوى العصبه، وكنحقق المرتبه السابعه موسم المغرب موسم 2022 على صعيد عصبه بخصوص الصحراء. وكنتمنى ان شاء الله السلطات المحليه انه يعطيو واحد العنايه وكذلك واحد التركيز لهذا الشباب هذا من خلال هذه الجمعيه النشطه في الكره الحديديه. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.